لك ما عم تنهضم معي. كيف بيقدر يعمل هيك شيء؟ معقول يكون حقير لهالدرجة؟ يا أخي هلأ مو هو صاحب الشغل؟ إذا بده يلغي الستاندات يلغيها، بس ما بيقدر يلاقي لأخوه شغل تاني يعوضه فيه عن شغله اللي راح؟ أساساً أنا في عندي شغل وماني بحاجته، بس أنت حطيت كل شي عندك بهذا الشغل. خلصنا علي بقى، مو محرزة نحكي فيها. طيب حبيبي قلي لشوف، أنت هلأ شو بدك تشتغل؟ أنت ما ضيعت كل هالوقت مشان حضرته يجي ويحرق شغلك بكلمتين؟ والله الواحد ما بيعرف شو بده يحكي معك يا زلمة، يا ريتو مانو أخوك. لا أو فوق هيك جاي وعم بيقلك عطيتك مصاري، لك 42 ألف من المصاري رايحين لفرحات، شو ضل منهم يعني؟ بضل 8000؟ وفي مصاري سومر، هدول أنا بدفعهم. طيب روق شوي، نحن اشتغلنا وتسلينا، أكلنا وشبنا طول هالوقت. لك يا زلمة أنت عن جد واحد مانك طبيعي، يعني ما ضل إلا تقول إنه الحق معه. هالسلسلة قديش حق المحل فيها؟ ها؟ طيب خلينا ناخد محله بمصرياتنا. اسمعني، خلص أنا طويت هاي الصفحة، بكفي، خلصنا. ماشي دغري بتنسحب، برون ظهرك ومشي فورا. لك أنت شلون تقبلت هالشغلة بسهولة ها؟ ولك أنا ماني متعود عليك جبان. شو لازم أعمل؟ حط المصاري قدامي وقال لي امشي بحال سبيلك، شو بدك يعني أعمل؟ ببساطة أنت ما لازم تقبل. أنا لو كنت محلك كنت على الأقل قلت له بوشه على التضحية اللي ضحيتها مشانه. علي أنا ما عملت هيك مشان أضربه من نية. أي مزبوط، بس أنت ساويت هيك لأنك غبي. ولك فكر شوي، الواحد بيضحي مشان حدا بيستاهل، هو ممكن يضحي مشانك؟ طبعا بضحي. ولك بتضلك غبي. من شوي اجا مهند وعلي بيك لهون وقالوا انه خلاص بدهم يتركوا الشغل، وهلا نحن بحاجه لمواد، شو بدنا نعمل؟ خلص بنحلها ما في مشكله. طيب ماشي معلم، بس مشان الغله مين يلي رح يستلمها مننا؟ مو مشكله، انا رح دير الامور. شوف الزبونه. تفضلي اعطيني وحده لو سمحت. تكرمي. يلا دقيقتين وبتكون جاهزه. تعرف شو قال لي هالغبي كمان؟ قال لي شفت قديش كان راس مالي أول ما بلشت؟ هلأ معك مصاري بلش شغل مثلي، روح أسس شغلك لحالك. عم يتمسخر عليك. مفكر ظروفنا مثل بعض؟ أنا خسرت 4 سنين من حياتي، 4 سنين، لك حتى بكالوريا ما معي، وهال4 سنين دمروني، غيروا حياتي 180 درجة، خسرت كل شي بسببه. وبعدين؟ ايه وشو بعدين؟ شو يلي فينا نساوي؟ هو بكل شي لك مديون، بكل شي. خلينا نفترض انك ما اشتغلت معه، يعني الواحد ما بيوقف جنب أخوه؟ شو هالقساوة؟ لك شو هالأنانية؟ لا تواخذني مهند، بس أخوك مانو رجال، كله على بعضه ما بيسوى 5 قروش. لا أحياناً بيكون معه حق يتصرف هيك. ها؟ كيف؟ شرح لي. على شو بده يثق فيني حتى يتركني بالشركة؟ يمكن معه حق، مثلاً اليوم ما قدرت سيطر على حالي، بهدلته قدام الناس. أي منيح، أصلاً كان بده إياها. مؤيد عم يخجل فيني، عم ينحرج من الناس لأني خريج سجون. وأنت مشان مين انسجنت؟ ولك مو مشانه انسجنت 4 سنين؟ هو ما دخله. ايه حاجتك؟ شو هاد يعني؟ هو لو فات على السجن كان نام 6 أو 7 شهور. عقوبتي زادت لأني مش كلجي، أنا السبب، وأكيد أنا ماني ندمان. وليش هو ما راح السجن؟
ما سألت حالك؟ لأنه ما بيتحمل، لهيك حط القصة بظهرك. وانت الأخ يلي بضحي، بتعرف انه هو معه حق؟ ليش لحتى ينسجن؟ ليش ينسجن وفي واحد غبي مثلك؟ ليش؟ أنا مو غبي، مالي غبي، بس أنا أخوه. بس يا مهند هو ما عم يتعامل هيك معك. اهدى اهدى، بدنا نحاول نهضمها، ما في طريقة تانية.